ربطتها الكتركي خلاص. اوكي اوكي انا جاهز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رجعت لكم مقطع جديد من اللعبه الاسطوريه ردد اونلاين مع اخوي تركي صاحب قناه جيمر بريف. قبل ما نبدا اتمنى تشتركون في قناتي وفي قناه تركي، واتمنى لكم مشاهده ممتعه. يا هلا ومرحبا بالاساطير، رجعت لكم بمقطع جديد واسطوري من اللعبه الجميله ردد اونلاين، وراح العب مع اخوي تركي صاحب قناه جيمر بريف. بس ناطر بس يجون علي. اوف اوف سويت الطيور. طبعا قناه اخوي تركي غنيه عن التعريف في محتوى ردد، فنروح نسوي عصابه، نسوي عصابتي هذه طبعا، و نضغط عليها اكس. بس ليش ما يصير ارسل له؟ حلو، الحين ننتظر شوي بس. بس اتمنى شنو؟ اني ما يكون في مشاكل بالانفايت. ما اقدر ارسل له. ارسلت له طلب بس بنتظره يجون. بس طبعا تركي صاحب قناة جيمر بريف اذا تعرفونه، بحط لكم قناته الحين وهذا اسمه لازم تتابعونه. اليوم ممكن نلعب باونتي اسطوري او نلعب كول تو ارمز، وممكن نسوي تحديات يومية. بس ننتظره شوي بكلمه. ايه بدر يا هلا والله. ها كيف تفعل المايك؟ مو هذه المشكلة الحين، مشكلة المايك. خلني احاول اني افصل الديسكورد. باقي لي بس نضبط الاسلحه وخلاص. بس في شيء بسيط، نروح على رونس. ها تمام. شوف بنسوي شنو؟ نلعب باونتي 5 نجوم. اوكي انت شنو تشوف اصعب باونتي؟ نروح نلعب ريد بين، ايش رايك؟ طبعا اول شيء نرحب بتركي طبعا صاحب قناه جيمر بريف. طبعا انا سويت مقدمه بسيطه، والحين المقدمه الثانيه هذه. طبعا اللي ما يعرفه هو صاحب قناه جيمر بريف، اللي هو شنو جيمر بريف معناتها؟ يعني شرح او شنو معناته بريف؟ بريف يعني موجز، موجز يعني بريف ملخص مثلا، نفس التلخيص صح؟ بالضبط. ايه فبحط لكم قناته ولازم تتابعونه شباب. حلو. اوه شوف شوف يا بدر، عندنا حدث هنا، واحد مسوي طراطيع. وين؟ لا يخرب علينا. جهة إمرالد. جهة اي جهة إمرالد نفس قبل شوية مولع طراطيع هناك. كذا مرة اشوفهم تصدق. خل نروح لرودز، خل نضبط الاسلحة. اول شيء بنروح للفنس. طيب وين رايح؟ هنا رودز. وين؟ هنا وراي. انت وين بتروح الحين؟ انا بنروح رودز. لا بس خل نضبط الاسلحة من الفنس. ناخذ الديناميت. بس اي اوكي. طيب مره واحده في رودس في فينس وفي يلا اسلحه. طيب يلا ليتس جو. بس المشكله شنو؟ لو تسوي السفر السريع راح يطلعنا اللعبه، ف خلينا على السيف سايد. شنو فيها الرودس؟ في شيء معين؟ كله محل اسلحه وفينس والباونتي، كل شيء موجود. حلو، بعدين بنروح على فلانتاين ونرجع، عرفت؟ بس تمام. بس شنو تشوف اصعب باونتي مر عليك؟ والله شوف، ما الاصعب انا اشوفه اول واحد اللي هو اللي في انزنبرغ. اول واحد وثاني واحد اللي اسمه الجيمبو اللابس ابيض صح؟ لا 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 لا، ثاني جيمبو ذا طقطقه هذاك. منو شنو اسمه؟ نسيت اسمه والله يا اخي. انا ذكرني بمكان زين. هو دائما يكون صاحب عشيرة زي ما تقول يعني، وصاحب طائفة وصاحب ديانة زي ما تقول، عرفت؟ وفي أتباع عنده، والأتباع ذولا مرة شديدين صراحة. وغير كذا إنه الإيم يعني كلها أصلا لما ترتفع لا يكون اللي بالكهف. أي هي ها هو اللي لازم تعطيه تضربه ما يموت، يطيح نفس النوك. بالضبط. هذا إيه رصبا عندنا ما شاء الله. هذا واحد رصبا عندنا فجأة. يا لطيف.
بس شوف علشان يكون اصعب المفروض ناخذ اسلحه معينه يعني ما نكون في او بي عرفت نخليه اصعب شيء يعني. طيب اوكي انا ترى اللانكستر ما هو عفوا شو اسمه السكوب ما عندي والله صراحه لانه تعرف الحساب هذا باقي جديد. هذا الحساب انت متى انت متى صفرته كم صار لك؟ يمكن هذا خامس يوم تقريبا. اه معناته فريش ما في اسلحه ما في شيء ما لا في اسلحه اشتريت الاسلحه يبغى لي بس اشتري شاتجن احتياط اخذ شوف انا اشوف المسدس الشاتجن قوي جدا قوي بس حق درع ما يعني وجه بوجه عرفت اي لازم انا افضل صراحه الريبيتنج شاتجن مره بطل مره حلو تمام اوكي طولنا وهي قصيره والله اخذنا لفه حوالين مدينه روكس بس والله صراحه خيلي كوليكتر هذا ما شاء الله صاروخ هذا الفيس عندي انا اللي عندي ما ادري شنو هذا مال ممكن مال الطبيعه كان عليه خصم تقريبا يمكن شريته ب $100 حلو تمام بس باخذ اغراض من اول ماشيين بس اوكي انا بروح محل الاسلحه تمام بس تمام بس بضبط باخذ لي شنو got anything good for me by any chance طبعا ما راح استخدمهم على ما راح استخدمهم على الباونتي اكيد that'll do a lot of damage هذا افضل شتجن شنو تتوقع الشهر الجاي مو هذه هي المشكله هل تتوقع والله يكون ما في شيء مثلا ما ادري روك ستار غير متنبأ فيها ما تدري يعني روك ستار ايش يسوي في كرت هني اذا تاخذه طيب خلينا نعمل تعديلات البرل حلو الحين نختار العائله ها يلا الله بسم الله ونختار الفاميلي هم راح يكونون ستة طبعا انا اجيب العربة خلاص تمام اوكي لانه ما عندي يلا قول بسم الله ان شاء الله ما تكون في مشاكل ويدخلنا على طول يلا نشوف طبعا المشاهد السينمائية يعني حتى لو فيها سكيب انا ما اسوي لها سكيب مستحيل انت جبتهم خمس نجوم كلهم ها يب حساب القديم والحساب البي سي اول حساب فتحته في البي سي بصراحه جبت كلهم كان بشخصيه البنت من بعدين حذفته افضل الوظائف من امتع الوظائف رغم ان مكافاتها تعتبر سيئه خصوصا الفلوس بس كمتعه قصدك على الباونتي الاسطوري الباونتي More like an unhinged congregation of the worst bastards and bitches on God's green earth. You think they look bad on this poster? Wait till you see how folks look after the families done with them. Bringing just one of these owl hoots down will not cut it here. You'll have to get all four of them that's on the list. They shouldn't be too far away from each other, but you'll have to do some looking. And when you get المشكلة نتفرج ولا نجيهم بالدور ايش رايك لا نجيهم يد واحدة لازم احسن إيه لانه لازم يكون في عربة ولكن بنستخدم معاهم الاصعب مثلا انا اشوف البو هو اصعب شيء كقتال فخروح اول شيء نروح ل نستخدم ضدهم البو تستهزئ فيهم والله تجالس روح للفورت ميرسر اول شيء اللي هو الدي بعدين السي بعدين الاي بعدين البي حلو ليتس جو يلا فورت ميرسر اول شيء انا ودي يكون في تحدي اصعب اللي هو بالنايف من غير سلاح لانه هو تحدي يا راجل لان احس راح يكون ايزي عرفت لان جبتهم بروحي جبتهم عادي حلو الحين وصلنا للباونتي طبعا نركب الحين اخر شيء نجيب العربه بعد ما يكون حتلعب بسكينه مصمم يعني والله شوف الافضل بس مع طبعا لازم تكون شارب ال ماخذ التونيك اي حلو اول شيء شو نسوي تركي اول شيء الربطه نضمن انه خلاص ما يهرب نجهز الحبل وطبعا والنايف بس هو راح يكون يسار شايفه
خلنا نربطه. لا اذبح وانا. ايه لا. خلنا نقتلهم اول شيء عادي. حلو. بس هو وين؟ هو وين؟ هذا هو بربطه. طلع يا رجل. لا 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 بربطه شوف. انتبه انتبه انا طحت ترى يا بدر. ايه بجيك بجيك. اوف اوف جابني. انتبه انتبه هذا. بجيك بجيك بجيك. خليك خليك. مستهزئين فيهم ها؟ خليك خليك خليك. عادي انتبه جاك 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 بدر. لا لا لا. عادي عادي عادي. ما حيموتك. اوكي نايس. اوه خسرنا والله استهزئنا فيهم. يلا يلا. هالمرة هذه خلاص. المرة الأولى راحت. شوف شوف أسلحتي ما هي أسلحتي. هذول يضربون. خلنا نركز تركي خلنا نركز على الباونتي. نشوف مكانه وين. هذا هو عندي شوف. نصعد له من هني. حلو. الحين هو تحتي. هذول. أنت أمسك أنا بدافع عنك. جاني واحد. عادي خله شوف خله يهرب ما في مشكله لان التحدي نمسكه. لا انا اخاف منها حقون الماجد. هذا 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 مسكته خلاص. نايس اوكي الحين ربطته. الحين بنتفاهم معاهم. تعال وين رحت انت من المكان؟ انا فوق انا فوق. اوكي طبعا عندنا صفر حياة يعني الموت راح على طول. حلو الحين بدأوا يهجمون. شوف العربة جت وانا ما طلبتها تصدق. تضارب معاهم. لحظة ابا صراحة قوة لاعبي ما ادري ليه ضعيفة. انا 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 بتفاهم معاهم باللايف. انت 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 شيله انت خلاص شيله الباونتي. اوكي اي الباونتي موجود هنا شيله. انا اتفاهم مع هذا اللي فوق بروح له. شلته شلته خلاص. بس ركبه بالعربه. انت ممكن لاعبك ضعيف لانك مبتدئ انت ولا شنو؟ ممكن ايه بس الهيلث لسه رغم انه ملف الهيلث بس ما ادري احس بسرعه يدمج لاعبي مو على بعضه. بس دقيقه ليش العربه اختفت؟ العربه كانت تو موجوده. I don't know. اعطونا تحدي ذهب. حلو شوف انا انا بطرد خيلي وبجيب العربه وانت اطلب خيل عادي. ترى عادي نقدر نسلمه ونرجع ايش رايك؟ هذه لا اتوقع قلتش التو. اوكي لاني ماني شايف ترى العربه سريعه بس مشكلتها شنو؟ مشكلتها اذا طاحت شوف السكين اللي شاريه اذا طاحت تكسر ويهربون واحيانا يموتون. برازيلي ها؟ نايس والله. أوكي. هذا السكين شريته بس مرات يبين مرات لا. لا مرة واضح شكله هنا. إيه. الحين نروح ل نروح للسي. جو جو جو. شايف العربة الثانية ولا لا؟ لا تجنب المشكلة. لازم نوصل لعربتهم مو عربتنا تصدق؟ إي إي لازم عربتهم هم. انا اقول لك ما له داعي لعربة الباونتي نسلم واحد واحد احسن بس عادي. لا لا دقيقه شلون طلعه؟ شلون طلعه دقيقه؟ لا اوكي ما نقدر نطلع تصدق؟ اي خلاص نوصله نوصله ونرجع خلاص. اوكي خلينا نوصله هذا. نوصل نوصل هذا بعدها نروح نطرد العربه لان ضيعت. شنو موضوع العربه هذه؟ العرب هذا لأنه زمان عنها. في واحد يقول يا أخي أنا مو عجبتني واقعية ردة. يا أخي أنا قاعد أشوف واقعيتها جميلة جدا جدا والله. حلو الحين بطرد العربة ما أحتاجها. نبي نركز على خيل واحد رأيك لحد ما اللي يحبه قلبه عشان ما نتصادم وتصير لا لا عادي عادي خلنا لا خلنا نجي معاك بس يلا نقرب خلاص نروح نجيب الخيل الثاني. الحين نروح للسي. روح للسي يلا. هذا الاول خلصنا منه. تاكد بس انك مجدد التونيك فعلا عشان لا يبوش علينا على على غدره. هذا هذا قدام ترى خلاص بس بس. شوف انا معاي الحبل الحبل اللي
اللي يربطه من بعيد خلاص. اوكي بس انت بس عطني عطني كفر بس انتبه بس عشان ما نضيع. بس انا بعرفها وين اي واحدة فيهم. هي هذه هذه هي ما بتبعها. ربطتها خلاص. اوف 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 لا 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 انا بموت. العود هناك وراي. تبارك الله انا ربطتها خلاص بس راح تفتح سريع. هم اخطر ناس حقون المانشيتي صراحة. لا 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 دقيقة دقيقة فتحت الحبل. انا ما ادري اي واحدة فيهم عشان ما اقتلها. حلو هذه ايه بس خلاص خل ربطها. طلع عندي هذه يا وين راح ضغط عليها. تعال 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 وين رايح يعني وين. انا ما ابي استخدم سلاح معاهم. صدق ان ابو كهف لحد الحين احسن الاقوى جنني بالبدايه قلت ليش ما اقدر اربطه. قوي ما يربط ضاق ذا. ايش رايك نروح ناخذ واحد ثاني ولا نسلم؟ لا فرصة نسلم نسلم ونرجع. اعتقد هي البنت الوحيدة اللي معهم. والله ما ادري. That's my ride, is it? Sure looks comfortable. Yeah, I saw this one. الباونتي الثاني. Always smaller when you meet him in person. Nice. الحين عندنا ال A بعد ال B. يلا. يلا. المنطقة الصخرية تعرف الخيول. عندها ما أحبها ما أدانيها شلون؟ قلت إيش الخيول عند المناطق الصخرية؟ حلو. قتلت اثنين. باقي واحد. انا ما ابغى هم واقفين جنب بعض زي اللي يقول لك ايه بس الباونتي بيهرب. اوف اوف اوه ماي جاد هذا هذا ربطته ما كانه مقلتش. لا مو هو ايه واقف. لا مو هو ممبر اوف اوه ماي جاد هرب هرب. انا مقلتش في جلتش في جلتش شنو؟ ايه خلي 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 يصير كأنه شبح. ايه خلنا نربطه لأنه هو ممكن يروح يوصل مسافة معينة نخسر فنرجع من البداية. الحق عليه ولد الحق. والله خيلي سيء والله خيلي سيء. حيلة ياك حيلة. والله ما تروح والله ما تروح. سريع سريعك يا حيلة سريع. والله ما تروح في جلتش باللعبة تصدق. انت تخيل قاعد يرجع ويروح لا يكون عندك مشكلة بالنت. لا النت تمام الالياف برده. غريبة بس تصير سيرفرات روك ستار. بس شلون هذا ما راح نسلمه. هذا راح ناخذه معانا ونجيب خوية. ايش رايك؟ والله صعبة شوي. شوف قاعد يلوت الخيل بالله هذا وقته. طردت لك الخيل. نبي بس اخاف يفتح والله. هو تحدي بصراحة حالاته تكون صعوبتها. خل نروح البي يلا. يلا بس اخاف يفتح الحبل يا بدر. اي بركز عليه. انا بحاول اربطه. بحاول اربطه بس. يا كفر البنات يا مره كل شيء. اوف 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 هرب من عندك صح؟ في شو اسمه؟ لا لا موجود قدامي. انا بركز على الباب في لا يهرب بس بربط لك هذا. اوف اوف اي بس ذكرت راح تنزل تحت. هذول اللي يجوا على غفله شكلي بموت شكلي بموت. حلو خلاص الحين ربطتها لك تركي خلاص. اوكي اوكي انا جالس. انا بركز على هذاك لا يهرب بس خلاص. مين كم واحد تبغى هنا مربطين خلاص. الحين بتاكد بس هذا عشان ما يهرب. تعال تقابل النفخ. ها هني تهني بال طيب ترى في اثنين دير بالك لا يكون فتح الحبل. كم عندك دحين؟ انا معي واحد في تحت اثنين.
في واحد في اثنين تحت. تعال عندي، تعال 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 مني، تعال 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 لف يمين يمين تحت تحت قدامك تلقاه. هي بنت في النهايه صح برضو؟ اي بنتي فعلا. انا ودي اعرف كم بنتي يعني ما شاء الله. اتوقع عشان كذا من اول كانوا سته بالصوره بس ايش طلعوا اربعه؟ هذا شال الطاقيه حقها لاعبي. انا استغربت في البدايه اقول لك يعني كم بنت عشان اعرف، عرفت؟ لانه في بنات كثير في العصابه فالبنت سهل تميزها من المجموعه، عرفت؟ الحين والله هم كلهم شعور، عرفت؟ الحين بنروح نسلمهم طبعا. تعال من هني. كم مره صادفت ابو خريطه؟ قليل هالمره والله على العكس. اول كان دائما ما شاء الله. ممكن على الليفل، ممكن على الليفل، انا هذا اللي توقعته صراحه. خلنا نطلع اختصار، تعال خلنا نصعد فوق. بليك خلاص. سلمنا اخر اثنين بس بنشوف المكافاه. انا نزلت، انا رفعت الفيس كام لان ما كانت تبين المكافآت، قالوا لي ارفعه وغير مكانه. انا ما احب اغير مكانه صراحه، فرفعته خلنا نشوف المكافاه تبين ولا لا. سلم اللي عندك. انا سلمت اللي عندي بس معلق. اوكي مقلتش. ايه مقلتش، ننتظر بس. معطيني صورة، صورة من بعيد. أنا واضح إن أنت معلق عند الباونتي. إيه واضح إن الباونتي لحد الحين ما سلمناه. أوكي. أتمنى ما يقلش و لا تكفون حد مو وقت الجلتش. المشكلة أنت مو مبين عندي، تصدق؟ انا ما ادري حتى، انا ماني شايف نفسي غير كاميرا جالسه تدور. اي انت مو مبين اصلا، انا قاعد اشوف قدامي الحين، المفروض تكون هني المفروض. اخذوني في رحله عبر الفضاء والله شكله قلتش، تصدق؟ لا مقلد شلته. لحظه اعطاني كابتشرد. اوف جونا ناس في عندي في الخريطه، انه جاينا ناس. واضح علينا. واضح انه لازم يهجمون علينا، تصدق والله اني نسيتها. خلنا نهجمه خلاص، الحين نتقاتل معاهم. انا ما اقدر اقاتل اي احد خلاص بستخدم سلاح. اجل خلاص لازم اتضارب معاهم لان تركي يطلع. انا مت حرام. او ماي جاد والله مو من المشكله، المشكله من اللعبه. انت رسبنت الحين، يا ليت برسبن، يا ليت يعني. انا معطيني في الفضاء يعني. راح يرجعونا عندهم اذا متنا، راح نرجع عندهم نفس الشيء. لحظه اوف اعطونا فيلد. او ماي اي عادي، راح نرجع نفس المكان لان احنا صدناهم اساسا. طيب ريتراي تشيك بوينت. اضغط اكس اي عادي. يلا اوكي اوكي يعني على طول حيبوشوا صح؟ الحين انا قلتشت معاي قبل شوي، قلتشت مع تركي، الحين قلتشت معاي. مثل ما انتم شايفين ما اقدر اتحرك، ما اقدر اسوي ولا شيء. بس الحين بيهجمون. بدر حاليا انا شايفك. ما اشوفك. لا ما اشوفك، بشوف شيء ازرق بس. العب جو كلهم بشوا. اي راح يكون شوي بس، لو ممكن لو تخلصهم. مو راضي اسلم الباونتي ترى. اي لا خلاص ما تقدر تسلمه، احذفه وتقاتل معاهم. طيب ما قاعد اشوف ولا شيء، تدري انتم كانكم اشباح. اقتلهم وممكن نخلص الباونتي هذا اللي مو راضي يخلص. اوه جالسين يطلقوا عليك يا بدر. هي عادي لانه ما اشوفهم اصلا انا. بس خلاص فك الجلتش، يخرب بيتهم. يلا خير. والله فكرتك عبقريه يا بدر ما شاء الله عليك. شفت لو ان عادي اللعبه. والله جلتش غبي ها. مرة أقول لك. خلنا نشوف المكافأة كم. خلنا نشوف المكافأة كم. 400 دولار حلو، الذهب حلو. لا الجولد مرة قليل صراحة. لا الجولد باقي دبل الشهر هذا. بس افترض فوق 40 يا أخي لأنه طولنا فيها والله.
حلو، خلنا الحين نسوي شنو؟ خلنا نسوي تحديات يومية، ايش رايك؟ يلا ليتس جو. المشكلة شنو؟ انا الحين مستمر. ايش رايك نلعب العب للتليجرام؟ ايش رايك نلعب تليجرام؟ بس خلينا اول حاجة نروح تمبل ويد بشوف المكافآت ونلعب تليجرام. حلوة، ايش رايك؟ انا كنسلوا لي المكافآت لاني قطعت والله. بشوف تحديات اليومية. بدر دي بي خمسة، هلا. اقول ايش رايك نلعب تليجرام؟ نلعب على الروثليس. في مهمة انت عندك اعتقد انك لعبتها. شوف اي مهمة عندك على الروثليس نلعبها. بس نخلي يعني المهام اليومية اخر شيء. اوكي اوكي. شوف عندنا البلاك بيري يبي خمسة، يبيك تطبخ من الفلاكي فيش. اسحب عليه. الفلاكي لازم تصيد سمك. خلينا نروح تنبلويد اول شيء. ها يبي جلد حية. يلا العب والله تنبلويد هنا. اوكي يلا تنبلويد. ما نبي نستخدم السفر السريع عشان ما يطلعنا. ايه اي مهمة تقصد التليجرام؟ اي وحدة بالضبط؟ والله راف جاستس. ايه راف جاستس هي الاصعب صراحة. الخطار توني خلصتها قبل يومين. مو على روثلس ولا على هارد؟ ما اذكر والله سويتها بس إيه. عادي شوف نبغى نلعب اللي في الثلج. ايش رايك نلعب اللي هو اعتقد كول داي ان هيل اسمها. جدا جدا قويه يا بدر بشكل مره مميزه. بس تمام اختارها انت. بس ابغى نشتري لبس بس. حلو ولا ما يفرق اللبس؟ مره ما ادري كيفك. والي جاكيت بس ثلجي عشان البرد، عشان صحة اللاعب ما تنقص بسهولة. بس طبعاً أنا واضح اللاعب يجاهز. عندك لبس ثلجي؟ لا جاكيت عادي. بس أي وحدة راف جوستس بالثلج؟ إيه مكتوب عليها cold day in hell. شوف لي أي شيء عندك روثليس بعد ما نخلصها مرتين صح؟ ايه بعد ما تخلصها مرتين. انا عندي والله في الحساب الاول كله مخلصها. مره صراحه صعبه، مره صعبه. إيه عندي ثنتين رافلس. تمام. ايه ما ايش اسمها؟ عندي بالراف جوستس اللي هي عندي ذا بيل تولز. اوه حلو 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 مره حلو ذا بيل تولز. خلاص خلاص ذكرني فيها. ذكرني فيها. القطار القطار القطار. اوكي اي هذه اخر اضافه لي. انا خلصتها اللي كانت في 2023 يعني كانت مره روعه صراحه. حتى موسيقتها مره حماسيه صراحه. في كرت هني تعرف ناخذه. اخذت اللي فوق. بصعد له الحين. اي اخذته خلاص. الحين خلصت انت صح؟ اي اخذت اللي فوق الكوليكتر. لا انت خلصت الجاكيت. لا باقي. اوكي دحين باخذ لي جاكيت. يلا الحين بس ننتظر تركي بس ياخذ جاكيت بعدها ناخذ المهمه. طبعا هذه خلاص تعتبر التوب صح اللي هو الاصعب شيء ما فوقها الروثلس. اي خلاص خلاص يصير على طول مستمر على الروثلس. كوت كوت كوت. ابى اخذ ارخص حاجه يعني صراحه الفلوس محتاجه عشان حاجه مهمه. انا عندي هنا خيل بس زعلان علي يا اخي ما يركبني. حلو الحين خلص صح؟ جاهز. ايه خلص. يلا الحين بنلعب مهمه من مهام التليجرامز وهي الذبل تولز ريثلز. يعني يعتبر شنو؟ اصعب شيء بس ان شاء الله ما يكون في جلتشات نفس الباص. اسمها روثلس. روثلس شنو معناتها؟ روثلس يعني عديم الرحمة، يعني مرة شيء قوي أقوى شيء في الحياة. يعني حيكونوا اللي ضدنا عديمين الرحمة. حنا نبيهم يكونون عديمين الرحمة. طبعاً ما في الحين نايف. نو ميرسي. توقعت بالثلج. أوكي. لا لا القطار هذه. أسمع بدر لازم واحد منا يهتم بمباشرة بالاسمه. الأفضل نكون على الخيل. ها يلا طلعوا طلع خوي على طول. أعوذ بالله أنا راجس. بدر انتبه. أنا جالس خيل بس.
صراحة الموسيقى تبعها جيدة، مرة جيدة. طبعا المهم هذا اللي خلصت يعني على الهار شيء جديد يعني. أنا في كذا واحد قال لي شيل الموسيقى بس قاعد أشوفها حلوة للأسف مشغالة عندي للأسف يعني. أدر والله نظفت سلاحي مو راضي جد بس خلاص بلعب اللي كسرت. شنو في جلتش عندك بعد؟ ما للأسف نظفت سلاحي واشتريت أسلحة ضخيرة واشتريت كل شيء. المهم ننتبه من راعي الميني جن يا بدر. ترى عادة القطار ما يبدأ في هذا المكان يا بدر. ليه؟ أنا آخر مرة سويت نفس المكان. إيه ترى نسويها قبل ترى قبل يومين ما نسويها يومين أو ثلاثة. جو جاهز يا بدر. ليش بهم بدر؟ هلا 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 هلا. ثاني ها. حلو حلو اللي طاح خيله خلاص تقدر تصعد عليه. الحين قدام لازم نسوي ال. العب يا والله قوة ترى قوي يا قوي يا بدر. لا لا دمار حمني والله فاجعني والله هذا ما شاء الله فاش صح قوي حلو الحين طيب. الحين هذول يعتبرون في الأصعب بس انت كم يحبون الميني جن يا بدر ترى هذه ترى مرة تنافسية أقوى من والله قوي ترى قوية مرة أنا أقول لك أقوى أقوى من ال اسمه المشكلة ترى وين المشكلة بال المشكلة في الشاشة الثابت أوه أعطينا دقيقتين ها فرصة فوف فوف والله أنا شوي أمور يلا لا أنا بحاول صدق نسيت الوقت إيه حلو دقيقتين لحد ما نفك الحاجز صح؟ إيه إيه أنا بحاول أنزل لا خليك فوق بدري خليك فوق من وين؟ يا اخي حرام يلعبون ب ليش قاعد اضرب رجله؟ اوف جاي جاي لا خلي خليك مكان فجر هذه اوكي اوكي باي ثبتها مو راضي لا 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 مو بالطريقه هذه تعال تعال من عندي تعال من عندي اوكي اوكي تعال من عندي من هني واضغط ال2 اي انا عارف انا اوكي يلا اطلق لا لا انت علق عليها لا تهد لا تهد ال2 او مثلث خلي لحد ما تلزق صح اي ثابته ثابته يا بدر الان بس جالس ايم عليها اي قلتشت خلاص واضح قلتشت شوف شلون فكيت ايه يا اخي مشكله الجلتش اذا لعبت ما ادري انا مستغرب اقول لك النظام ترى الشتجن في هذه المهمه ترى مره يسهل عليك شوي ليك لا تكون المهمة كلها 4 دقائق ولا فرصتنا إلى ما إيه لا بس نسكر ممكن الحاجز الثاني الحاجز يكون 4 دقائق حلو يلا طبعا في ناس فوق حيكونوا وفي ناس بيرموا دايركت برضه هذول اللي بلا رحمة ها خلينا نعاملهم بلا رحمة بعد اصعب شيء اللي عند المحطه طبعا تجيك رشاشه ما حد يسار واحد ايه فينيكن على المنيكن اصمت حبيبي يلا خلينا نجيهم من فعلا فعلا هذا هو ورا اوكي خلاص شوف شلون الحين مسكر عليه القطار ايه القطار بيعطينا كفو خذ دونك بدر لا 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 من لا وش دار لا لا جديد هذا والله ايه لان من الصعوبه الهارد ما كان يسوي بالطريقه هذه اوف هذا قريب عندي مت شكله شامل والله طيب لحظه خلينا ارمي له بس خلاص الحين لازم نستخدم كركانو معي اوه حطك يا اخي انا معي كركانو كان بس انا عندي واحد هني بعد يخرب علي اسعد
بس راح الرشاش الاول. انت ركز على هذول وانا ركز على الرشاشات اللي معي سنايبر. والله في ناس جو اثنين ورا. في سنايبر في رشاش ثاني بعد. وين قاعد يايم شوف. والله الكركان مصيبة. في واحد فوق. انا عندي قدام اثنين. لازم ناخذ اللعبة والله صراحة مرة ضعيف. والله ما عندي يعني من الليفل معقول انت لان عندك ال شوف شوف حلل الرهاين كيف الرهاين اللي بال لازم نحرر هذولا نسوي لهم كات. هذا واحد تمام. الحين قدام ما اتوقع ان في رشاش بالهارد ما في بس ما ادري الحين فيه ولا لا. سوي كات لهذولا. هنا جو تعال خيلي وين راح؟ انت ما لعبت Red Dead 1 صح؟ الا لعبته وختمتها بس كاونلاين لا ما لعبتها رهيبة. ما ادري يعني والله ما جربتها بس يقولون اونلاين بالاكس بوكس مو بالبلاي ستيشن. ايه ما ماني متاكد والله. لا لا قال بالاكس بوكس بس. بس اكيد ما في احد انا بس بالاكس بوكس. ايه. ممكن تطول المسافة ولا نفسها؟ لا لا اعتقد انه نفسها ما ادري والله صراحة انا اشوف المسافة اطول. لا لا المسافة مو نفس اللي لعبتها ذاك اليوم تصدق؟ انا اقول لك في البداية اللي انا لعبتها وداني للساندوني. لا هي في النهايه توقف في اوه صح والله رايحين على ساندري. اه فعلا فعلا بس اعطانا 9 دقائق. هذه تحمي تحمي يقول لك الله يعيننا عدى تماسيح قلت انتبه بس ليكم في ليكم في اسمه في عربه في عربة في ال ها شلت شلت على المنيجن الحمد لله. سنايبر سنايبر بدر انتبه لا تقول لا تقول كمين كمين انا قلت الخيل سيء بالقتال. اي اي لانه يخاف يلف انا نزلت نزلت من خيلي صراحة. انا انزل والله واجد اكثر من الهارد والله. أهم شيء على الميني جن بس طيح خيمة طيح خيمة بس فعلا اللي على الخيل طيح خيمة. نايس دش على هذول بالشوتجن. تبي فين اسوق ها؟ راح اسوق هنا. ايش هذا السلاح اللي ما يخارج؟ والله ده الشكل الفرد مجنون. اي ريفولفر والله صراحة عليه البوتات مرة مشكلة. في احد سامع صوت حلو خلاص سوي الحاجز هذا يلا امشي. في واحد جاي من هناك بعد 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 عن الحاجز شوي يلا اوكي. طيب ليش ما يفجر؟ جي في واحد هناك بعيد ها هذا خوي انا ذا ولا يتهيالي ايه خوي انا وانا اقول الحين راح تصير زحمه تركب البالك. يلا يلا امشي ما نقع في الكمين بس اي لان لاحظتهم هني راح يكثرون راح يجون لك يعني ورا بعض فهمت خلاص الحين يجيبوا علينا خلاص خليهم اللي بعيد خليهم خليهم لا 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 خليهم بس اوه العب في عرب مبينه صراحة انا بصرف خيلي العربة شوف انا بركز على العربة
انت اضرب اللي يهجمون بس. هني راح يحشروننا ترى. ها انا جربتهم، انا بضرب العربة. اعطني كفر بس. العربة راح، يلا خلاص ركز عليهم. بس ليش احد يبي ديستروي يعني شنو؟ لا 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 والله يا اخي الشتجن حقه. خليك خليك بجي، خليك بجي. طيب بس الشتجن ترى جبني ما توقعت بيطيحني هذا. المشكلة في يبون ديستروي يعني لازم نفجر العربة. انتبه بدر انتبه انتبه. بروح افجر العربة خليك. لا 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 خلينا ناخذ كفر. خليني اشيل الفوق هذا لان هذا اللي خرب علينا. حلو هذا الثاني فوق. الله شلته هذا. بس فجر العربة قنابل. اوف انا طحت على طول. انتبه انتبه امسكني. ها سريع يلا باقي النص بس مثلث خفيف. حلو ليش ما تفجرت العربة؟ توت تونيك يا بدر. توت تونيك. لا خلاص العربة لازم تسوقها تسوقها. لا لا تفجر لازم تفجرها مكتوب بالدستروي. انا على بالي انك تسوقها تغير مكانها. اوكي تصدق ان الالعاب تستفيد كلمات. اوه العب هذا هنا. خلاص الحين تقريبا خلصنا الحمد لله. يا زابر غير مشاكل. جيب الخيل. هذه مكافأة اتوقع راح تكون حلوة. يعطينا ذهب. خيلي ما اضمنه. 0.40 ممكن. ممكن اذا اخذنا وقت كثير يعني، بس انا اشوف مكافآت الباونتي افضل من ناحية الكاش لانه عليه دبل. اتوقع الذهب نفس الشيء. الذهب نفس الشيء. هذا اتوقع الذهب نفس الشيء. كله نفس الشيء، الذهب ما راح يفرق زي ما هو. The train was delivered later than expected. شلون؟ And the lowest reward. يقول لك القطار وصل في وقت ما أدري إذا كان هذا تحذير ولا لا. يعني يكون متأخر يعني تأخرنا ولا شنو؟ إيه يقول القطار وصل في وقت متأخر أو خوسية عرفته؟ يلا. لا لا بس الحمد لله. Good job. 0.36. بس ما ادري اذا بين عندكم بالفيديو ولا لا. انا باين عندي. كم كم اعطوك؟ 0.36 برضو. هني اكون وصلت لنهاية المقطع. شكرا لكم على المشاهدة ونشوفكم ان شاء الله في مقاطع قادمة والسلام عليكم. من الهارد. انا لعبت الهارد. توني ترى لعبة سبحان الله قبل يومين. ايه الروثليس هذه صراحه فيها دائما الروثليس صعب. اللي اصعب منهم اللي في تكساس. اللي في تكساس انا كنت متوقع ان اصعب شيء شنو؟ البلود ماني. بعدين صدمت انه جدا سهل.